ينضم إلينا المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبد العزيز الإبل الدكتور خالد عبد الله التركي. صباح الخيرات. أهلا وسهلا دكتور، حياك الله. الله يحييكم يا هلا عبد الله يا هلا أختي سارة، مرحبا. الله يبقيك. الله يبقيك. الله يحييكم، شكرا لكم. في البداية دكتور نبغى نتكلم عن الإجراءات الاحترازية المتبعة بالمهرجان، كيف هذه الإجراءات؟ هل تم التراخي في هذه الإجراءات أم تم الالتزام بشكل يعني يناسب هذه الظروف الحالية التي نمر بها؟ شكرا لكم. منذ حقيقة بداية المهرجان كان في يعني اجتماعات مع وزارة الصحة ومع اللجان الأمنية والجهات الأمنية والمسؤولين في نادي الإبل في المهرجان الملك عبد العزيز الإبل بنسخته الخامسة، وكان في إجراءات محددة هي تطبيق الاحترازات التي الوقائية من التي أقرتها وزارة الصحة مشكورة تطبيقا تاما. فمثلا تم التوصية بأنه مساحات مخيمات الملاك اللي تعرفون كل سنة الملاك وخاصة كبارهم وهم من شيوخ الخليج ومن أيضا أصحاب السمو الأمراء ومن رجال الأعمال المعروفين في المملكة ومن أيضا أصحاب المنصات في مجال التتويج في المزينات منذ أم مرقيبة، كل سنة يعملون حقيقة مخيمات كبيرة جدا يعني جدا جدا ويحضر آلاف الجماهير. نعم. للشعبية الكبيرة تلقاها تجدها المزاين الإبل في الأعوام الأخيرة. تحديد أولا تم تحديد مساحة المخيمات بحيث أنها تكون صغيرة لا تزيد عن 50 هذه النقطة الأولى. الثاني لابد من الالتزام بالتباعد الاجتماعي بما لا يقل عن مترين بين كل شخص وشخص. الثالث ذكرنا أنه لا يزيد عن 50 والكمامة تلبس وأيضا توافر المعقمات اللازم وجهات قياس وأجهزة قياس درجة الحرارة. جيد دكتور، طيب ماذا عن المتابعة أيضا من سواء إدارة المهرجان أو حتى مع الجهات الحكومية المشتركة في التأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية أو فرض عقوبات على غير الملتزمين؟ نعم حقيقة مثل ما ذكرت قبل قليل داخل المهرجان الالتزام 100%، ما تمر على أي بوابة ولا أي مسؤول أمني ولا على أي شخص من المشرفين والمساعدين والعاملين إلا ينبهك. كمامة، تطبيقات التباعد وأيضا التطبيقات الصحية المعروفة وأيضا قياس درجة الحرارة. يعني قبل لا أدخل أنا بنفسي على الميدان درجة الحرارة عندي تقاس 3 مرات 4 مرات. أيضا الكمامة لازم أكون لابسها، فهذه موجودة 100% فيما يتعلق بالداخل، لكن هو في خارج المهرجان في محيطه اللي قلت أنا يشمل المخيمات الملاك وكذا، هنا تم التأكيد من إدارة النادي وزارة الصحة والجهات الأمنية على التزام، وحقيقة من خلال أيضا والتأكيد على ذلك من خلال ما حملة تم القيام بها أمس أمنية شاملة شملت اللي قلت 3 جهات، زيارة المخيمات الكبار الملاك كما قلت. نعم. وحقيقة يعني كان التجاوب 100% مباشرة من الملاك، وتم هذا إعلانه أمس وربما سمعتوه عندنا حتى الآن 10 ملاك ألغوا المشاركات، وأيضا تم إلغاء المسيرات الراجلة، المسيرات تكون فقط بالسيارات ولا يوجد راجل إلا العمالة الذين مع الإبل ولا بد من لبس الكمامة والتباعد كما ذكرنا. نعم. طيب لو تكلمنا عن النسخة الخامسة بشكل عام، يعني ما الفرق بينها وبين ما سبقها من نسخ؟ تأثير هذه الجائحة على المشاركة أو على يعني النسخة الخامسة من المهرجان؟ نعم شكرا سارة على السؤال. حقيقة كما تعلمون بحكم الجائحة والناس كانوا متخوفين من مشاركة من إقامة المهرجان في وقته، ولكن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان سمو ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والمشرف العام على نادي الإبل أمر بإقامة المهرجان في الوقت المحدد، وهذا جعل المشاركات تكون يعني كبيرة والناس يعني يصرون لهذا الخبر، ولكن المشاركات الخارجية كنا نتوقع من خلال المنظمة الدولية تشرف على الإبل في كل العالم ورأسها الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين أن تكون كبيرة، بحكم أنه العام الماضي أقر كثير من مزارع الإبل في العالم بأنهم سيشاركون. المشاركات عندنا العالمية هي قليلة هذه السنة ب
بحيث فعل الجائحة والموجة الثانية الكورونا اللي انتشرت في الدول الخارجية، ولكن عندنا مشاركة الفرنسي اسمه مفلوفي شارك في المجاهيم المفاريد والدك، لكن لم يحالفه الحظ في التحكيم النهائي، خرج من التحكيم الأولي. وعندنا أيضا روسي بالمفاريد الحمر اللي هو فلاديمير يفجيتفيش، هذا أيضا شارك بمفاريد الحمر وإلى الآن سيدخل بعد أيام. وعندنا أيضا قبل يومين سجل أمريكي أيضا في الجل الحمر، وعندنا مشاركتين نسائيتين منها ثلاث مشاركات من الإمارات في الطبع ومحليات 25 جمل اللي هي الأصايل، وأيضا في الهجيج، وعندنا مشاركة سعودية تأكدت في مفاريد الحمر ومشاركة ثانية إلى الآن لم تتأكد. تعرفون في 72 ساعة الآن أتاحت التسجيل، ممكن قبل دخول الإبل تشارك ب 72 ساعة، وهذا يتيح الفرصة إلى أن ملاك الإبل ما يسجلون بعضهم إلا في الوقت الأخير حتى من باب التخطيط ومن باب المفاجأة للوسائل الإعلام والمهتمين. نعم. نتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل الدكتور خالد التركي. يعطيك العافية دكتور خالد.